عباد الله، عباد الله، إن التوحيد عند المؤمن أغلى من الدنيا وما فيها، أغلى من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. والله يا عباد الله، لو أن المؤمن خير بين التوحيد وبين أن يكون مليكا على الأرض ومن فيها لاختار التوحيد، فإنه لا أغلى ولا أزكى ولا أعظم من توحيد رب العالمين. وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ ومن أجل التوحيد خلقت أيها الإنسان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف لا يكون ذلك كذلك؟ ومن أجل التوحيد بعث الرسل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيف لا يكون ذلك كذلك يا عباد الله؟ والتوحيد حق ربنا سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا.